بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة العصر هي من أعظم السور يا أستاذ دعاء. الإمام الشافعي يقول: لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى على خلقه إلا سورة العصر لكفتهم. سورة العصر تكون حجة على الناس جميعا. الله سبحانه وتعالى أقسم بوقت من أوقاته وبزمن من أزمنته، والمولى سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه. لما ربنا يقول كده والعصر، الواو هذه تسمى بواو القسم، فالله سبحانه وتعالى له أن يقسم بالعصر والضحى والليل والشمس، ويقسم سبحانه وتعالى بأي شيء من مخلوقاته، والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه الصورة سورة العصر من الصور القصار أو الصور القصيرة بعد سورة النصر وبعد سورة الكوثر. سورة الكوثر 3 آيات، سورة النصر إذا جاء نصر الله فتح 3 آيات، وسورة العصر 3 آيات. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. الله سبحانه وتعالى قال في مطلعها: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أي يقسم الله سبحانه وتعالى بهذا الدهر وهذا الزمان أن جميع الناس في خسران مبين، إلا من يا رب العالمين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في مجموعة كده معينة ربنا سبحانه وتعالى اجتباهم، وربنا اصطفاهم، وربنا ميزهم عن دوني وعن سائر الناس. الناس دي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك عليها: إلا الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى ثم أتبعوا مع الإيمان العمل. فلا يصح الإيمان بدون إيه؟ بدون عمل. ما ينفعش أن أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأؤمن بالله وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أترك الصلاة والصيام وجميع العبادات، ولا أأتمر بما أمرني الله سبحانه وتعالى به، ولا أنتهي عما نهاني الله عنه، ولكن إلا الذين آمنوا وعملوا إيه؟ وعملوا الصالحات. ثم وضح الله سبحانه وتعالى في كمالة هذه الصورة أنه لا ينبغي للإنسان أن يعيش لنفسه فقط، لا، بقول لك وتواصوا بالحق، أي أمروا غيرهم بهذا المعروف ودلهم على هذا الحق وعلى هذا الخبر أو على هذا الخير، ثم بعد ذلك وتواصوا بالصبر، تحلوا بالأخلاق الحميدة، تحلوا بكل شيء رأوه أن يرضوا عنه وأن يعلموا أن الذي قسم الأرزاق هو الله، وأن الذي قدر هذا هو الله، وأن الوهاب وأن العاطي وأن المانع هو الله. فرضوا عن الله فرضي الله سبحانه وتعالى إيه؟ فرضي الله عنهم. وكان من هدي الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم أنهم كانوا دايما بعد كل مجلس كده يقرأوا ويودعوا بعض هذه الإيه؟ الصورة، يوصوا بعض بعد ما كده يخلصوا. كان أحدهم يقرأ على أخيه وهو يقرأ عليه: اقرأ معا كده والعصر، وذكروا خلي بالك ده ربنا أقسم بهذا الزمان وربنا أقسم بهذا الوقت إن تستعن بالله وتحلى بالإيمان والعمل، ثم بعد ذلك أمر بالخير والمعروف وانتهي عما نهاك الله عنه.